السلام عليكم ورحمه الله، معكم مهندس عاصم سعفانو، كملين مع بعض باذن الله في دوره بايثون بالعربي. طبعا ده الفيديو ده اخر فيديو في سيكشن 6 اللي هو اللي بيتكلم فيه عن الموديولز والباكجز الموجوده في بايثون والكلام ده كله. النهارده ان شاء الله نبدا نتكلم عن حاجه اسمها ريجولار اكسبريشنز، حاجه من الحاجات القويه جدا، وعشان كده فضلت ان انا اتكلم عنها يعني باستفاضه شويه، لان هي موجوده لو انت تتعلم مثلا بايثون عشان خاطر المشين ليرنينج او داتا ساينس هتبقى محتاجها، لو اتعلمها عشان الويب هتلاقيك بتشوفها برده وهتلاقيها عدى عليك في حاجات كتير. لو بتستعمل بايثون عشان خاطر يعني تستعملوا بقى في حاجه شبه مثلا السايبر سيكيورتي والكلام ده كله ده برضه محتاج، فعشان كده انا ايه فضلت ان انا اتكلم عنها باستفاضه شويه، لان ساعه ما كنت بتعلم ما كان محدش علمني الريجولار اكسبريشن، ما شفتهاش في الدورات مثلا ما بتعلم الكلام ده كله. فلما جيت بقى وانا بطبق اشوف حاجات كنت بشوف الكود بتاعها ومش فاهم هي جت منين ولا اي حاجه، لحد اما ايه لما دوست فيها شويه كده وفهمت الدنيا ما فيها ماشيه ازاي. فتعالى نخش على طول في الموضوع ونشوف يعني ايه الريجولار اكسبريشن اصلا وليه بنستعمله والكلام ده كله. بص يا سيدي، لو انا بقى عندي مثلا ايه، تعالى كده نتكلم بشكل عام الاول، لو عندي مثلا اي تكست زي اللي قدامنا ده مثلا، ده سنتنس 1 وبتقول لي ايه الجمله اللي قدامنا ده كده، وعايزين نعمل بقى ايه سيرش بسيط خالص نعرف مثلا الكلمه اللي فيها، نعرف الكلمه موجوده فين والكلام ده كله. فاحنا ممكن نعمل ده ازاي؟ اتعلمنا مثلا على حاجه اسمها الان اوبريتور، وقلت لك ان احنا ممكن نكتب مثلا اي حاجه ونفترض عايزين نعرف كلمه ابسم دي موجوده ولا لا، نعمل كده تمام، وهنعملها ايه جوه، نحطها جوه سترنج ونعمل ان ونكتب ايه سنتنس 1 زي كده. لو انا طبعا لو هي موجوده يقول لي ترو، لو هي مش موجوده يقول لي ايه فولس، لو انا عملت كده يقول لي ايه ترو. طبعا الوقت ايه لازم أن تكون موجوده بنفس الشكل، يعني لو حطيت الحرف ده مثلا نفس الحرف بس بدل ما هو كابيتال حطيته سمول بالشكل ده كده ونفذت يقول لي ايه فولس، يعني هنا مش موجوده. ده البيسك خالص يعني، فاهم انت اللي هو احنا لسه ما عملناش اي حاجه خالص. اما احنا بقى نبدا نستعمل ايه؟ نبدا نستعمل حاجه اسمها ريجولار اكسبريشن. ريجولار اكسبريشن هنعمل لها ايه؟ بقى نعمل امبورت الباكج بتاعتها ونبدا نستعمل نبدا نتعامل معاها. هنعمل امبورت ازاي؟ نعمل امبورت بالشكل ده كده ونعمل ري. ري كده دي كده ايه اختصار ريجولار اكسبريشن، يعني هي ده كده اسم الباكج على بعضها. هنفذ مش هيطلع لها ايرور ولا اي حاجه لان هي اسم الباكج كده. نبدا بقى نستعملها ازاي؟ لو نفترض ان انا عندي نفس الجمله فوق اهيت خلاص اللي هي السنتنس 1 اللي عندي هنا دي، هات قدامنا هنا عشان خاطر بس ما نقعدش نطلع وننزل ماشي. وبعد كده ايه عايزين ندور على حاجه، كل ما مثلا بندور على كلمه زي كلمه ابسوم اللي قدامي دي هنا عايزين ندور عليها، فنقول ايه الناس ان دي الباترن بتاعتي، يا اما اعمل باترن واحطها متغير لوحدها واسميها مثلا باترن بالشكل ده كده، يا اما ايه احطها مباشر في السيرش. تعالى بقى نبدا نستعمل الريجولار اكسبريشن عشان خاطر نشوف ازاي بنبحث عنه. ابدا استعمل الرياكت بري تمام اللي هي اللي انا لسه عاملها امبورت، وابدا بعمل ايه سيرش. طبعا لو انت عملت كده هتلاقي ايه قدامك احتمالات كتير، احنا عايزين نعمل سيرش، عايزين نعمل سيرش ايه عن الباترن بتاعتنا اللي هي الكلمه اللي احنا عايزين ندور عليها ماشي. هنكتب هنا باترن، والناحيه الثانيه نبدا نحط السنتنس اللي هو الارجيومنت الثاني، نبدا نحط السنتنس 1 اللي انا عايز ادور فيه، المكان اللي عايز ادور فيه عن الباترن بتاعتي، واعمل ايه وانفذ الكود عليه خالص. طبعا زي ما احنا شايفين ما رجعليش حاجه خالص. ليه ما رجعليش حاجه خالص؟ لان الابسون بتاعتي هنا ايه الحرف بتاعها سمول، فبالتالي هو هنا الكابيتال فهو ما عملليش اي حاجه. لكن دي لو كابيتال كده ونفذت الباترن تاني وجيت اعمل سيرش تاني يطلع لي بقى ايه، يقول لي في ماتش، الماتش بتاعك زي ما احنا شايفين كده عامل الاسبان من اول المكان بتاعي، يقول لي المكان بتاعها فين. لو جينا عدينا من اول هنا كده 0 1 2 3 4 5 دي المكان بتاعه، الاندكس بتاعه رقم 6 من اول هنا كده لحد 11، هبدا اجيب الكلمه اللي انا عايز اجيبها يعني. يبقى انا بديت اعرف كمان مش بس بأبسط حاجه خالص، مش بس هي موجوده ولا لا، ده انا بديت اعرف كمان هي موجوده فين. فانا هسيب لك كمان مثال هنا اهوت، بدل باترن مثلا كده ممكن نبحث عن كلمه باترن ذات نفسها، او يعني اي كلمه اي ان تكست مثلا حاجه مش موجوده فين، مش موجوده فوق، عشان خاطر تبقى عارف ان انا لو نفذتها يبقى هيسيبها فاضيه كده مش هيترجع لي اي حاجه. تعالى بقى نرجع للجزء بتاعنا اللي هو احنا عملناه اشتغلنا عليه هنا ده اللي هو الباتر اللي هو كان موجود اصلا. الجزء ده كده احنا عارفين ان هو يرجع لي ايه، ان احنا عندنا ان الكلمه موجوده اصلا، موجوده من فين لفين والكلام ده كله. فانا هحطها في متغير اسميه مثلا ماتش بالشكل ده كده. ليه حطيتها في متغير؟ عشان ابدا اوصل للقيم اللي انا عاوزها. لو انا عايز مثلا اجيب هي موجوده فين بالظبط والكلام ده كله، ممكن اعمل مثلا ماتش كده وابدا اعمل دوت واشوف الحاجات اللي عندي، هتلاقي عندي ايه؟ هتلاقي عندي زي ما احنا شايفين كده بارامترز كتير. الحاجات اللي عندي ديت اللي هي الميثودز اللي موجوده عندي ديت زي ما احنا شايفين، انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا سبان. فلو جيت اخترت الاسبان ونفذتها هنا كده تمام، هتلاقي قال لك ايه من 6 ل 11 كده عرفت اجيب الاسبان لوحده. طب عايز اجيب الستارت لوحده والاند لوحده، نفس النظام برضه الماتش دوت ستارت كده هيجيب لي ايه الرقم الاولاني، وفي نفس الحوار هيعمل برضه ماتش دوت اند كده. ايه بديت اوصل معلومات اكتر عن السيرش بتاعي اللي انا ببحث عنه. طبعا احنا لسه في الحاجات البيزك خالص، هتلاقي الموضوع بيكبر معانا واحده واحده، وهتلاقي الموضوع بقى ممتع اكتر ان شاء الله. طبعا لو انا كان عندي مثلا لو انا ببحث عن كلمه موجوده اكتر من مره بالطريقه الاولى ديت، هو يقول لي اذا كانت موجوده اصلا يقول لي ترو، لو مش موجوده يقول لي فولس، مش يقول لي ما موجوده كام مره والكلام ده كله. تعالى بقى نفترض ان احنا عندنا الجمله ديت
ننزل بقى هنا تاني ونخليها مثلا سنتنس 2 ونكرر مثلا اي كلمه فيها، مثلا ايبسوم دي اللي ببحث عنها ايه، عشان الصراحه مكسر اكتب حاجه تانيه. تمام، احطها فين؟ احطها في الاخر خالص هنا كده، يعني بقت موجوده مش مره واحده بس، ده بقت موجوده مرتين. لو جيت برضه سيرش بالطريقه بتاعتنا العاديه خالص، اللي هي ان انا اجيب الباترن اللي هو الباترن اللي قدامي دي، ببحث عن ايبسوم واعمل برضو ايه ري ريجولار اكسبريشن دوت سيرش، ببحث عن باترن ومش عارف ايه واعمل وانفذ. لو كده اشوف برضو ايه يقول الماتش بتاعي، واجي اشوف الماتش تو سبان هلاقي بيقول لي ايه من 6 ل 11 نفس اللي كان فوق بالظبط. فده كده معناه ان انا برجع اول قيمه بس بترجع لي، انا عايز بقى ارجع كل ما يشوف يعني يجيب لي موجود لو هي موجوده يقول لي كم مره واماكنهم والحاجات دي كلها. فانا بقى الوقت مش عايز ايه، مش عايز استعمل الري ريجولار اكسبريشن دوت سيرش، لان دي بترجع لي اول مره بس يبقى مني كده وخلاص، يعرفني انها موجوده ويقول لي ايه الاندكس بتاعها. فنبدا بقى نستعمل ميثود ثانيه اسمها ايه ري دوت فايند اول، يعني بدل الماتش بتاعي تعال مثلا نعمل ماتش ثاني، ماتش مثلا 1 نقول عليه ري دوت، بدل ما بعمل سيرش اعمل فايند اول. طبعا عملت سيرش هتلاقي عندي ايه فايند اول وفايند ايتر اللي هو الاتريشن يعني وكده، وهنتكلم عنه برضه باذن الله. لو عملت فايند اول كده ودخلت له ادخل له ايه نفس الحوار بالظبط، انا عندي باترن بدور عليها ماشي، بحطها في متغير زي ما احنا شايفين كده، او ممكن احط هنا تكست على طول، يعني مثلا انا ببحث عن ايبسوم مثلا هكتب هنا كده بكل بساطه ايبسوم عادي، هي نفسها مقارنه بالباترن بتاعتي يعني. وبعد كده ببحث فين؟ ببحث في السنتنس 2 ماشي، نفذ بقى الكلام ده. تعال نشوف الماتش 1 بتاعتي بقت ايه، لو جيت نفذت هتلاقي جايب لي انها موجوده مرتين بالشكل ده كده، فهي عباره عن ليست وفيها كل القيم رجعت لي. طبعا ممكن اعمل ايه لينس، هتقول لي هو مرجعها لي دلوقتي والحقيقه اصلا الكلمتين شبه بعض، ليه مرجعها لي كل واحده لوحدها؟ هنشوف قدام ان احنا اصلا ممكن نبحث عن حاجات مختلفه، وهتلاقي الريجولار اكسبريشن دي بتجيب ترجع لك حاجات قويه جدا جدا يعني. من اول بقى ما نبدا بقى نعرف صح ازاي نعمل باترن محترم. طبعا ممكن اجيب اللينس عشان اعرف هي جت كام مره، بعدين انا احط الماتش 1 بتاعي دوت احطه فين؟ جوه اللينس ميثود، هيقول لي انها موجوده مرتين. ولو حبيت بقى اعرف اماكن كل واحده فيهم والكلام ده كله ممكن اعمل ايه فور لوب، بس مش هستعمل بقى الفايند اول، هستعمل فايند ايتر اللي هي اللي انا قلت لك وريت لك الوقت. بستعملها ازاي؟ هعمل فور ماتش في كل ماتش يعني موجود ان الريجولار اكسبريشن دوت، بس هنا بعمل فايند ايه اللي هي الايتريشن دي اللي اعمل كده، ودي بيتحط لها نفس النظام برضه، بيتحط لها الباترن بتاعتي اللي هي الايبسون مثلا هنا كده. ممكن ناخد الجزء ده زي ما هو بالظبط نحطه هنا كده، ونبدا بقى احنا عايزين نعمل ايه لكل ماتش. هعمل برنت بسيط خالص، برنت للماتش اللي معايا، الماتش ده اللي هو هيرجعه لي طبعا، بس نظبط الكلام بتاعنا دوت اسبان. يبقى انا اعمل ايه؟ همر على كل الفايند ديتر ده بيعمل اتريشن، بيمر على كل واحده فيهم بدل ما بيرجع لي بس كده ليست، لا هو بيمر بقى على كل واحده فيهم، بس كل واحده فيهم في الماتش ديت مع الخصائص بتاعتها كامله. فانا اعمل ايه؟ هطلع الماتش واعمل له ماتش تو سبان عشان خاطر اجيب مكان الايبسوم عندي. لو انا نفذت الوقت هيقول لي ايه؟ موجوده من 6 ل 11 ومن 53 ل 58. لو انا طبعا قعدت اشوف هلاقي من 6 ل 11 وهمشي شويه هعرف في الاخر دي موجوده منين؟ من كام لكام برضه. كده حتى الان برضه ماشيين في الحاجات البيزك، البيزك قوي يعني كمان. تعالى بقى نبدا نشوف الباترن. انا مش جايب الباترن، مش جايب الريجولار اكسبريشن، مش جاي اعلمك الريجولار اكسبريشن يعني عشان خاطر هشتغل معاك على الحاجات البسيطه دي، انا جايب الريجولار اكسبريشن عشان اشرح لك على الحاجات الادفانسد شويه. هنبدا بكلامنا باول حاجه اللي هي الايدنتيفايرز اللي ممكن نستعملها واحنا بنكتب ريجولار اكسبريشن. اول حاجه انسى احط لك كده ايه، احط لك شويه البيانات اللي هنا دول كده زي ما احنا شايفين تمام، واحطهم لك ككومنت عشان خاطر تبقى عندك هشايفهم قدامك. اقول لك بقى دلوقتي الحاجات دي احنا هنستعملها في ايه. لو انا عندي اي جمله هنفترض مثلا سنتنس 3 وعندي فيها مثلا رقم تليفون، تعالى عشان نبدا اي حاجه ببساطه ان احنا نبدا برقم تليفون عشان خاطر الموضوع يبقى بسيط بالنسبه لك. نحط مثلا رقم تليفون ونفترض مثلا ايه رقم تليفون 01 من 0 ل 9 مثلا اي رقم يعني. فهنحط ايه 1 2 3 مثلا ونحط المفروض داش و 4 5 6 كده 7 8 9 ده كده رقم تليفون بالشكل اللي قدامنا ده. احنا بقى عاوزين نعمل ايه؟ عندنا سنتنس دلوقتي عايزين نبدا ندور على الرقم ده جوه الايه؟ جوه الجمله يعني الباترن بتاع الرقم ده. فممكن اجي استعمل ايه؟ ممكن اجي بالشكل ده كده واستعمل السيرش العاديه خالص وانفذ، هيجي لي الايه؟ هيجي لي الماتش، ابدا بتعامل مع الماتش براحتي ان هو الناتج بتاع الماتش عادي خالص يعني. لكن مش ده اللي انا عاوزه، اللي انا عاوزه ان انا اعمل ايه؟ اللي انا عاوزه ان انا فرضا يعني ولنفترض يعني انت لو جيت تنفذ كده يقول لك ايه الماتش بتاعي موجود من كذا لكذا. طب تعالى نغير رقم واحد يعني نفس الجمله اهيت عشان بس اوريك حاجه بسيطه. لو عندي الجمله دي وحطيت هنا مثلا اي رقم تاني ولنفترض كده
مش هيرجع لي حاجه، هو مش شايف الرقم دوت قدامه فخلاص هو عايز الرقم بالظبط. ده اللي مش، لو انا مثلا عايز ارجع اي رقم بالشكل ده بالاسطمبه دي مثلا، ايه عندي 4 ارقام، في 3 ارقام، في 3 ارقام بعدهم وهكذا، وبينهم فواصل اللي هو الايه الشرطه دي الهايفن. فممكن استعمل ايه؟ ممكن استعمل بقى ايه اللي هي الايدنتيفايرز اللي انا نسختها لك هنا دي. اول حاجه معناها ايه؟ الدي سمول دي معناها ان انا ممكن احط بالشكل ده كده، معناها ان انا ايه عايز اي رقم. يعني ايه اي رقم؟ يعني تعالى نكتب نفس الجمله تاني، بس بدل ما انا اقول له مثلا عايز 0 1 2 3، لا انا عايز اقول له ايه، ان انا عندي 4 ارقام. 4 ارقام بقى مش فارق معايا الارقام دي عامله ازاي، المهم ان هم 4 ارقام الاول كده. فهحطهم ازاي؟ هبدا احط بالشكل ده زي ما انت شايف، انا حاططهم لك هنا عشان خاطر تبقى ايه تبص عليهم وتعمل اللي انت عاوزه، هتبقى معاك في الفايل بص عليهم وانسخ اللي انت عاوزه ماشي. هتبدا بقى تحط، انا عايز ما عندي 4 ارقام، الارقام ان نمبر قدامك اهوت، هتبدا تحط الارقام بالشكل ده كده. هنحط الاول، تعالى الاول نشتغل بالطريقه البسيطه خالص لحد ما نبدا نتكلم على الكوانتيفايرز. هبدا احط 3 4 ارقام، وبعد كده اقول له ايه ان عاوز كمان بعدهم الشرط اهيت، وبعد كده عايز بعدها ايه 3 ارقام، هدي 3 ارقام، وبعد كده عايز كمان 3 ارقام. بعد ما حطيتهم محتاج بس ان انا اعرف الجهاز، انا لو عملت ران دلوقتي هيشتغل عادي، بس محتاج ان انا ابقى معرفه ان هو ان انا بكتب ايه، مش بكتب ارقام قد ما بكتب ريجولار اكسبريشن. ده بقى من هنا بقى بيبدا يجي الباترن، فايده بقى الفايده الحقيقيه للريجولار اكسبريشن. احط هنا الار كده، انا كده عرفت ان انا بكتب ايه ريجولار اكسبريشن. الار ديت هي ديت فايدتها، ان انا شايف بره التكست بتاعي كله ده، تحط الار. وزي ما قلت لك انا بدور على ايه، بدور على 4 ارقام، بعد كده ايه شرطه، بعد كده 3 ارقام، بعد كده شرطه، بعد كده ايه 3 ارقام تانيين. لو انا نفذت دلوقتي الكود ده زي ما انت شايف، رجع لي ايه، رجع لي الارقام اللي قدامي، مع ان انا بس كاتب شويه حاجات. تعال نغير الارقام، ونفترض مثلا نحط هنا زيرو، ونيجي هنا نرن الكود ده تاني. طبعا لو عملنا رن هنا دلوقتي مش هي مش هنلاقيه، مش هيشتغل معانا. لو عملت بقى رن بالشكل ده هيرجع لي الرقم الجديد عليه خالص. هو انا بحط له باترن، مش بحط له ايه، مش بحط له حاجه معينه يدور عليها. انا قايل له ان انا عايز مثلا 4 ارقام، وبعدين شرطه، وبعدين 3 ارقام، وبعدين شرطه، وبعدين 3 ارقام. طب ايه الحاجات اللي عندي هنا دي؟ اول حاجه لو حرف سمول معناها مثلا ايه، دي سمول معناها مثلا ايه نمبر او رقم. لو دي بقى كابيتال معناها اي حاجه غير الرقم. ركز انت في النقطه دي، يبقى الفرق بين الكابيتال والسمول ان هو بيعمل ايه عكس بعض. لو الدي سمول بيجيب لك رقم، الدي كابيتال بيجيب لك اي حاجه غير الرقم. مثلا الاس دي بتجيب السبيس، يبقى ايه الداش الشرط دي والاس اي حاجه ثانيه غير السبيس وهكذا. ده معناه لتر، كابيتال اي حاجه غير اللتر. الدوت ده بقى بيجيب لك كله، اي كاركتر بقى بيقابلك، إيه رقم مش عارف ايه وهكذا. المهم ان انت تبقى فاهم الكلام ده كله، هنشوف بقى مع بعض في الامثله واحنا ماشيين. فاللي انا حطيتها على اساسها اللي هو ايه الحروف دي كده. دي كده اول حاجه اللي هو ايه الكوانت الايدنتيفايرز بتاعتي. طب ايه اللي انا عاوز اعمله بقى؟ عايز ابدا استعمل حاجات ثانيه، عايز ابدا مثلا حاجه زي الايه كوانتيفاير. بدل ما انا عارف ان عندي 4 ارقام ورا بعض، فابدا بقى احط الايه؟ احط كوانتيفاير. بدل ما احط داش دي داش سلاش دي سلاش باك سلاش باك سلاش دي، واحط مكرر نفسها كتير، ما انا عارف ان هم ايه 4 ارقام ورا بعض. فيبقى يجي هنا دور الكوانتيفايرز، بدل ما انا بحط باترن بالشكل ده ابدا احط ارقام، انا عايز مثلا كام رقم ورا بعض. يبقى هبدا اتكلم دلوقتي على الكوانتيفايرز او الموديفايرز فور الريجولار اكسبريشنز. هحطهم لك برضه زي ما انت شايف كده بالشكل ده عشان خاطر يبقى ايه، يبقى معاك النوتس بتاعتك. لو حبيت تبص على اي شكل فيهم يبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. ايه اللي انا عاوز اعمله بقى دلوقتي؟ نفس الريجولار اكسبريشن اللي انا كنت شغال عليه هنا ده، بدل ما هو عندي بالشكل ده ممكن ابدا اعمل ايه؟ ممكن ابدا اظبط الشكل بتاعه شويه عشان ما اكررش. يعني انا مثلا عارف ان انا المفروض ان انا بدور على ايه؟ على 4 ارقام. هتلاقي عندك هنا واحد بيقول لك ايه؟ ان انت متوقع ان انت عايز الاماونت اوف ذيس بريسيدنج كود. يعني ايه؟ يعني انت متوقع ان انت عندك رقم عدد معين جدا. ونفترض مثلا 4 ارقام. هتبدا تستعمل الشكل ده، يعني تيجي بعد انت عملت الباك سلاش دي، انت عايز من 4 ارقام، هتيجي هنا وتمسح الجزء ده كده وتبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل الاقواس ديت وتحط جواها 4. ده كده معناه ان انت عايز 4 ارقام ورا بعض. نفس النظام هنا، هنحط عايزين مثلا هنا ايه 3 ارقام ورا بعض، فنيجي هنا كده ونحط 3. بس اهم حاجه ان احنا معانا واحده اصلا، يعني معانا واحده عشان تبين ايه اللي هيتكرر 3 مرات. ونفس النظام دي كده ايه هتبقى برده 3 بالشكل ده كده. لو انا نفذت دلوقتي الكود ده هيطلع لي نفس الناتج اللي كان مطلعه لي فوق، رجع لي الماتش اهوت قدامي 4 ارقام، وبعدين 3 ارقام، وبعدين ايه؟ وبعدين 3 ارقام تانيين. عندك مثلا حاجه زي الشكل اللي قدامك في الاول ده خالص، الشكل ده مثلا بيقول لك انت لو حطيت مثلا بدل ما حطيت 4، لو انا قلت له مثلا عايز ايه؟ من 1 بالشكل ده كده ل5، يعني لو انا عملت طبعا نفذت هيرجع لي نفس الكود بالظبط. طب ايه الفرق بقى في الحاله ديت؟ انا بقول له ان انا متوقع ان انا يبقى عندي في اول، يعني اول حاجه ديت
فمثلا من رقم لخمس ارقام. يعني انا لو غيرت السنتنس بتاعتي، الجمله الاساسيه بتاعتي، وخليت بدل مثلا ما انا عندي كده بالشكل ده كده مثلا اربع ارقام، خليتهم مثلا رقمين، وجيت اعيد تنفيذ دوت، هيرجع لي نفس الرقم عادي خالص زي ما احنا شايفين، نفس الرقم الجديد، لان انا متوقع في الاول واحده ان انا عندي ايه. بص يعني بقول له انا ده مش متاكد هم اربع ارقام ولا كام، فهم يعني من رقم لخمس ارقام وهكذا. فطبعا دي كلها اشكال، مثلا ديت ماتش وان اور مور، يعني مش محتاج ان انا احط اصلا الاقواس دي، احط بلس بلس كده، معناه ايه وان اور مور؟ يعني ايه؟ يعني ما واحد رقم او اكتر. لو نفذت في الشكل ده هيرجع لي نفس الحاجات، لان هم ايه اكتر من رقم وهكذا. بقى جرب بقى وانت ماشي، ممكن تحط مثلا ديت اللي انت تقول ان السترنج بتاعك بيبدا بكذا، دي تستعملها امتى؟ تبقى متاكد ان انت بتدور في السترنج. هذا مثلا اجيبها لك اهوت، تمسح السترنج بتاع الكامل، الكلام بتاعك مثلا كامل، وتحطها ايه في الاول كده، تقول ان انا السترنج بتاعي بيبدا، ولنفترض بايه، تعال نشوف البتاع بتاع عندي بيبدا بالال دي، فهنقول ان هو بيبدا بالال اللي هو لورم ابسوم كده. لو انا نفذت الكود ده هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي اول حاجه اللي قدامي خالص، اول حاجه في التكست. ركز على الموضوع ده، لو انا حطيت مثلا الاي هنا، حطيت بدل ال دي مثلا حطيت الاي، حطيت هنا كده اي ونفذت، هيقول لي مش موجود اصلا الاي، لانه بيبحث في السترنج كامل على اول حاجه خالص. والعكس بتاعه طبعا ايه، لما نيجي نبص هتلاقي ان انت بتشوف الدولار ساين دي تحطها في الاخر، تقول ان السترنج بتاعك بينتهي بكذا. وطبعا ايه، انا لو كنت بتكلم دلوقتي على مثلا ارقام بس، لا نخش مثلا عايز تشوف ليترز مثلا، فانت ممكن تحط ايه داش وبعد كده دبليو كده بالشكل ده، لازم بتدور على ليتر، مفيش اي مشاكل. يعني انت مثلا بتدور على ايميل، ايميل معين عندك هنا بالشكل ده، تعالى كده ننزل عندنا ايميل، الايميل مثلا دومي ات جيميل دوت كوم مثلا، يعني ننفذ خليتها سنتنس فور الاول ومثلا نفذت. تعالى بقى نسيرش على الشكل ده، عايزين نوصل للشكل اللي قدامي ده، عايزين نجيب مثلا اي ايميل موجود في التكست اللي قدامي. هعمل برضو السيرش بتاع ريجولار سيبريشن عندي خالص، بس الوقت انا عندي ايه؟ عندي ليترز. ايه الكم لتر موجود هنا؟ كم حرف موجود عندي هنا؟ انا والله مش متاكد عندي كم حرف، بس ايه، فانا اقول له ان انا مثلا موجود عندي من رقم يعني رقم او اكتر، حرف او اكتر مثلا. فاعمل الباك سلاش والدبليو ديت اللي بتاعت اللي بتجيب لي الليتر، واعمل ايه بلس يعني حرف او اكتر. تمام، عندي ايه بعد كده؟ عندي الات، الشكل بتاع الات ده، وبعد كده عندي برضو حرف او اكتر اللي هو بتاع الجيميل، اللي هو بتاع كلمه جيميل مثلا، على حسب الايميل اللي عندي يبقى ايه. فانا احطها برضو نفس النظام، احطها هنا كده تمام، وانساش الباك سلاش بتاعتها عشان خاطر ما يبوظش حاجه. وبعد كده عندي دوت وكم برضو ايه اللي هو عندي ثلاث حروف، عندي ايا كان اللي عندي يعني الشكل. طبعا ممكن احدد مثلا عايز هنا مثلا من حرفين لثلاث حروف اللي هو دوت كوم دوت اي جي مش عارف كذا، براحتي انا بلعب براحتي خالص. لو انا كده نفذت الكود ده كده يرجع لي ايه؟ هيرجع لي ايرور. ليه هيرجع لي ايرور؟ لان انا عامل هنا سنتنس 3 خلاص سنتنس 4 بس عشان بوظ الدنيا، وانفذ هيرجع لي دومي ات جيميل دوت كوم. الريجولار اكسبريشن مهم جدا 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 تبقى فاهمه، عشان خاطر انت حتى لو ما كتبتوش هتلاقي واحد كاتب كود قدامك في ريجولار اكسبريشن، هتلاقي المناظر عامله كده بالشكل ده كده، وتلاقي بيطلع لك حاجه شبه كده، فانت تقول هو ازاي بيستعمل حاجه شبه كده ويطلع حاجه شبه كده، ايه دي الريجولار اكسبريشن. وانا على قد ما اقدر بحاول ان انا ايه اديك اكزامبلز مختلفه، لكن مش هشرحها لك كامله بالاستفاضه اللي في دماغك، لان انت لازم برضو ايه يعني الحاله اللي هتقابلك انت برضو ممكن تبقى تسيرش عنها وتعرف عنها، بس مش هيطلع عن الكلام اللي هنا ده اللي انا بحطه لك هنا ده، سواء في الكوانتيفايرز سواء في الايدنتيفايرز، كل دوت مش هيطلع عنه يعني باذن الله. ولو الباترن غريب اكتبه على جوجل مثلا، تلاقي حد سال عنه على السيك اوفر فلو قبل كده، وتلاقي الموضوع بالنسبه لك يعني ان شاء الله سهل. حاجه ثانيه مثلا بالنسبه للي احنا وصلنا لموضوع الايميلات، هل ممكن ابدا استعمل الايميلات الكلمه دي لوحدها اللي مكتوب هنا لوحده، واجيب الايميل ده لوحده، الجزء اللي هنا ده يعني لوحده، كل جزء فيهم لوحده كده؟ ايوه تقدر تستعمله عادي خالص، بان انت تبدا تستعمل حاجه اسمها جروبس. ايه بقى هي الجروب؟ شفت الريجولار اكسبريشن اللي احنا كاتبينه ده؟ تعالى ناخده كده معانا وهنبدا بقى نستعمل ايه؟ نعمل مثلا الباترن بتاعتنا دي، الباترن اللي عاوزين ندور عليها باترن 1 مثلا. هنقول بعد ما كنا بنقول ري نحط التكست كده على طول ونكتب الباترن بتاعتنا، لا احنا هنعمل بقى نكتب ري دوت كومبايل. جوه الكومبايل ده بقى هنبدا نبني الباترن بتاعتنا. انا هحط نفس الكلام اللي انا كنت حاطه الريجولار اكسبريشن بتاعي عادي خالص، لكن بقى ابدا اعمل ايه؟ هقول له ان انا عاوز
الجزء ده كده كامل اللي هو الاولاني خالص، اللي هو مثلا فيه الدمي، فيه اي حاجه انا عاوزها، عايزها تبقى ايه، احطها بين قوسين كده، معناه ان ده كده جروب. اي حاجه بين قوسين معناها البرنسز ديت معناها انها جروب. وعايز الدومين بروفايدر بتاعي كامل اللي هو جيميل دوت كوم على بعضه كده جروب تاني. فاجي برضه احدد ده كده على بعضه واقول ان ده ايه، جيميل اللي هو الجروب التاني يعني اصلا عندي. مفيش اي مشاكل، اهم حاجه بس تكون واخد بالك من حاجه، بديت احط الاكواس امتى؟ لما بديت استعمل الكومبايل. انفذ، هبدا بقى اعمل السيرش بتاعي. هعمل متغير وسميته ايه؟ عملت متغير وسميته سيرش ريزلتس. هحط فيه، اعمل فيه السيرش بقى اللي انا بعمله الطبيعي خالص اللي هو الشكل ده كده. وابدا احط جواه بدل الباترن اللي انا كنت بكتبها هنا ديت، هبدا احط جواه الايه؟ هبدا احط جواه الباترن اللي انا عاملها من الكومبايل. جميل؟ جميل. بعد كده نبدا نعمل ايه؟ السنتنس بتاعتي اللي فوق اهي. هبدا اطلع النتائج، عملت كل حاجه مظبوطه. نيجي بقى على النتائج بتاعتي وابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل دوت جروب. وانفذ، هيجيب لي الناتج بتاعي اللي هو دامي ات جيميل دوت كوم. هتقول لي طب ما ده كنت بطلعه عادي خالص، ايه المشكله فيه؟ يعني ما هو ده الشكل اللي كان عندي. لا، الجروب بقى لما انا حملتهم بالشكل ده كده بقيت عارف ان انا عندي ايه. ادي اول قوس، ادي اول قوس البرنسس بتاعتي، وده ثاني قوس. ده كده الجروب الاولاني وده الجروب الثاني. لو انا جيت خدت نفس الجمله اللي انا عملتها هنا دي كده، بدل ما اعمل دوت جروب هعمل دوت جروب واحط هنا ايه، واحد، هيرجع لي الدامي. لو حطيت نفس الكلام وحطيت هنا اثنين هيطلع لي ايه، الايميل بروفايل. تخيل بقى لو عندي مثلا اكتر من ايميل موجود عندي في التكست كتير قوي، وعايز الم الايميلات كلها اللي موجوده، اعمل ده، اعمل ايه؟ هبدا اعمل بالشكل ده كده. عشان كده لغه برمجه بايثون مشهوره جدا في الاوتوميشن، بحيث انها بتسهل عليك ان انت تعمل مهام، حتى لو مهام عاديه خالص في شغلك، لو انت اصلا مش مبرمج ولا اي حاجه بتعملها، ممكن تعملها بالبايثون، تعمل لها اوتوميشن انها ايه، تبدا تعمل عمليات متكرره بدل ما انت تعملها بنفسك، تبدا هي تعملها لك لوحدها اوتوماتيك. طبعا نفس النظام، انت عارف ان انت عندنا ايه، تو جروبز. لو انا مثلا فكرت كده ادخل مثلا ثلاثه هنا يطلع لي ايه؟ يطلع لي ايرور. ما هو مفيش جروب اصلا رقم ثلاثه، انا عامل جروبين بس. فسيبالك كومنت بس واقول لك ايه؟ ان دلوقتي هيطلع لك ايرور. بدل الوقت ما انا كنت بستعمل ال بعد ما اعمل مثلا سيرش عن حاجه واحده، ممكن اعمل سيرش عن مثلا ايه، عن حاجتين. يعني لو جينا نجيب اي سنتنس من اللي بنكتبهم دول، طبعا زي ما احنا شايفين الكتابه ايه، الموضوع كده بدا يكبر مننا جامد. ادي جمله ايات، وبعدين مثلا نعمل سيرش عن اي حاجه. تعال برضه ندور فوق كده على اي سيرش. ايه بقى اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي؟ عاوزين نعمل سيرش على مثلا ايه، احنا ممكن نحط هنا كلمه عاديه خالص زي مثلا ابس كده. لو انا نفذت في الشكل دوت هيرجع لي انها موجوده بكام، من 6011. طب هل انا لو عندي مثلا عايز ابحث عن كلمه ثانيه مثلا ابسوم، لو انا قلت لك مثلا ايه ابسوم مثلا، او كلمه اي كلمه ثانيه مثلا دامي دي اللي هنا دي مثلا، هبدا اعمل ايه؟ هحط هنا كده الاور اوبريتور، اعمل شيفت واضغط على الزرار اللي فوق الانتر، هيطلع لي ايه الشكل ده، عصايه الواقفه دي كده، وابدا احط الكلمه الثانيه اللي عاوز ابحث عنها. يعني انا لما ابحث عن ديت، لما ابحث عن دي، اي واحده فيهم يلاقيها بالاول يطلعها. لو عملت تنفيذ ثاني هيرجع لي ايه؟ نفس الحاجات بتاعتي، لان دوت الابسوم لقاها في الاول. طب لو انا حطيت الابسوم دوت حرف سمول كده بالشكل ده، هيبدا يعمل ايه؟ ونفذت، هيلاقي ان هو اول حاجه يقابلها ايه؟ كلمه دامي اللي هنا دي. فيبقى احنا دلوقتي عرفنا الاوبريتور بالشكل ده كده بيبدا يستعمل عشان خاطر لو انت عاوز تعمل تستعمل اكتر من حاجه. وهحط لك برده قبلها كده كومنت بالشكل ده، هحط لك قبلها اقصد تايتل. التايتل لو انت ما تعرفش ممكن مثلا تعمله ايه، بتحول الكود لحد مارك داون، وتحط مثلا ايه، انا طبعا شغال على هيدنج 5، هحط هنا الايه، الاور اوبريتور، واحط لك بعد الشرط كمان اهيت عشان خاطر تبقى عارف. جميل جدا. عندك حاجه مثلا زي الوايلد كارد كاركتر اللي هو مثلا الدوت، لو انت رجعت فوق في الحاجات اللي انا مديها لك في الايدنتيفايرز هتلاقي عندك الدوت، معناها اي كاركتر. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا شغال هنا كده، لو انا خدت نفس الجمله دي بالظبط، سيبك بقى من ضمي والاوبريتور والكلام ده كله، لو انا مثلا جيت هنا كده، انا مش عارف الحرف الاولاني ده ايه، ايا كان الحرف الاولاني بالنسبه لي عايز احطه هنا، وبعد كده ايه بعده كلمه بسوم اللي قدامي هنا كده، احط هنا دوت. والله بقى لا ابسوم حرف كابيتال هيرجعها لي مظبوط، لو حرف سمول هيرجعها لي مظبوط. لو انا نفذت دلوقتي هيرجع لي الماتش بتاعي اللي هي الابسوم دي. لو حطيت هنا طبعا سمول بالشكل ده كده، هو اي حاجه يلاقيها يرجعها لي، يعني مالهاش بقى علاقه باللي انا بتكلم عنه قوي. لو نفذت دلوقتي هيرجع لي الابسوم ديت. لو حطيت هنا سي حتى ونزلت ونفذت هنا تاني هيرجع لي ايه، السبسوم اللي طلع. مفيش عنده اي مشاكل، هو دوت دي معناها اي حرف هيقابله هيرجعه لي طالما بعده ايه، الكلمه دي موجوده، البسوم دي موجوده. ده كده اسمه ايه؟ ده اسمه الوايلد كارد كاركتر. ممكن برضه احط لك هنا توبيك، وانا على قد ما اقدر طول ما ماشي بحاول ان انا اديك اكزامبلز واطلع لك معلومه جديده عشان خاطر يعني الفيديو يكون ملم باكتر معلومات ممكن تقدر تستفاد بيها ان شاء الله.
وانت لو قابلت حاجه بقى قدام بعد كده زياده يبقى كده ايه على بسيطه يعني، ان شاء الله يبقى انت فاهم الدنيا كلها ماشيه ازاي، تقدر بعد كده تتسيرش عنها حتى بسهوله. لو عندي مثلا نفس الشكل اللي هنا ده كده، وعاوز مثلا ارجع فيه اي الايه، عايز اعمل، عايز اجيب كل القيم اللي فيه، الحاجات اللي فيه كلها، اعدي على كل حرف فيه، بس مش عايز اعدي على الحروف اللي هي الحروف الكاركترز، عايز اعدي مثلا، عايز اجيب الارقام بس، او مش عايز اجيب الارقام، عايز اجيب مش عايز اجيب الارقام او عايز اجيب الحروف بس، وهكذا. ممكن ابدا اعمل اكسكلود، يعني استبعد حاجات معينه، استبعد مثلا الارقام، استبعد الحروف، وهكذا، اللي انا محتاج استبعده اللي عايز استبعده استبعده براحتي. الاكسكلوجن بيتم بالشكل اللي قدامي ده كده، هبدا احط البراكتس. طبعا عرفتك قبل كده ان انا بستعمل العلامه ديت عشان خاطر ايه، اقول ان انا عندي الكلمه مثلا بتبدا بكذا، ده لو بستعمل الريجولار اكسبريشن عادي، لكن لو حطيتها جوه البراكتس ديت هبدا بقى يبقى مع الاكسكلوجن. تعال اوريك مثال على السريع برضه. انا عندي جمله هنا ايات ومليانه ايه، مليانه حروف وارقام والكلام ده. تعال نحاول مثلا نستبعد منها الارقام، نرجع كل حرف فيها، نبدا نعمل يعني نمر على كل حرف فيها ونرجع ايه، نرجعهم بس من غير الارقام. هبدا بقى استعمل ايه، الري دوت الريجولار اكسبريشن يعني دوت فايند هول، تمام. وبعد كده احط جواه الايه، احط جواه الباترن بتاعتي. الباترن عندي ابدا احط فيها الشكل اللي هو اللي قدامي دوت عشان خاطر مثلا استبعد الارقام. فطبعا ببدا اكلمها بالار واحط الايه، واحط السترنج اللي انا هكتبه. لو انا عايز امر على كل حرف هبدا بس يا دوبك ايه بكل بساطه استبعد الايه الارقام اللي عندي، فاستبعدها ان انا قلت لك افتح الاقواس البراكتس ديت وابدا احط جواها الايه، ابدا احط جواها الشكل ده. انا عايز استبعد مين؟ عايز استبعد الارقام اللي هي الديجيتس، فاحط باك سلاش واحط الدي. لو انا نفذت هي طبعا طلع لي ايرور. ليه الايرور دوت؟ لان طبعا محتاج ان انا احط السنتنس، الجمله اصلا اللي انا هدور فيها. فابدا اعمل هنا كده واحط السنتنس بتاعتي وانفذ، هيلاقي رجع لي كل اي كاركتر بيقابله بيرجعه لي، بس مش مرجع لي اي رقم. طيب لو انا قلت له مثلا عايزك تدور مش على كل كاركتر، لا على كل يعني ايه بلوك على بعضها، مثلا على كل كلمه او كده، هبدا احط له بعد ديت البلس، البلس اللي موجوده فوق في الكوانتيفايرز هنا، هي البلس معناها ماتش 1 اور مور، يعني ايه؟ يعني دي مثلا كده حرف، فهو بيقول لك لا اما حرف لا اما ايه مور، اي المهم ان هم لازقين في بعض بالشكل ده كده يعني. نرجع تاني وننفذ، انا حطيت البلس هنا اهوت وانفذ، هتلاقيه مرجع لي ايه؟ زي ما احنا شايفين الجمله بتاعتي، مرجع لي الجمله كامله بس فصلها لي بايه؟ بالهايسنس، الهايسنس اللي هي الحاجات اللي عندي هنا دي، لان ديت لا ارقام ولا يعني موجوده معايا عادي، يرجعها لي عادي. فهو الفصل عندي كل الارقام، يعني لو حطيت مثلا اي هنا رقم انا كده عملت اكسكلود الارقام، بس لو حطيت هنا مثلا اي رقم كده وجيت انفذ دي تاني هيبدا يقسم ايه؟ اللورم ابسل الاساسيه كمان، لان في رقم هو عايز يطيره من هنا كده، فقسمها لي زي ما احنا شايفين للست، نبدا برضه تعمل مع الليست براحتك. من الحاجات اللي الاكسكلوجن بيستعمل فيها هو حوار مثلا انت لو انت بتنظف التكست بتاعك عايز تعمل له كليننج، هتلاقي ان انت مثلا ايه عندك في علامات تعجب وكلام من ده كله، فانت عايز تشيلها. عندك جمله، هات الجمله دي مثلا كده وفيها علامات تعجب، سنتنس مثلا اي حاجه، سنتنس 5 اي حاجه، عندك هنا مثلا علامه تعجب، علامه استفهام اقصد، بعد الضمه ديت علامه تعجب، في هنا دوت مش عارف ايه، عايز تمسح الحاجات دي كلها، عايز تسيب الكلام بس الكلام واضح كده لوحده من غير اي حاجه من الكلام ده. فبتبدا برضو تستعمل اكسكلوجن بحيث ان انت تعمل ايه؟ هتقوم جاي رايح تمسح الحاجات دي كلها، فلما تمسحها هترجع لك بالشكل ده لسه عندك، فترجع تجمع الليست بقى النظيفه اللي في الاخر خالص وتعمل لك جمله محترمه. الكلام ده بيتم ازاي؟ انا عارف ان انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اكسكلوجن بالشكل اللي قدامي ده اللي هو ريجولار اكسبريشن دوت فايند اول، وابدا اعمل بقى اكسكلود، حطيت البراكتس بتاعتها اهيت وحطيت جواها الايه؟ مش فاكر اسمها ايه، كارد تقريبا اللي هو العلامه بتاعت الاس ديت، تمام. وبعد كده تعالى ايه شيل بقى اللي قدامنا ده، احنا عايزين نشيل ايه؟ عايزين نشيل علامات الاستفهام، عايزين نشيل الدوت، عايزين نشيل علامات التعجب والكلام ده كله. حطهم انت عايز تشيلهم، تعالى بعد الكوز دوت وابدا ايه حطهم، حط مثلا علامه التعجب اهيت، حط علامه الاستفهام، حط الدوت، اي حاجه انت تحطها هو يبدا يشيلها لك. لو جينا بقى نشوف ننفذ، هلاقي ان هو طلعها لي بالشكل ده كده، رجعها لي كلها بلوكايه واحده من غير الايه؟ من غير الارقام. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ ده انا حاطط علامات تعجب لا، ما هو ايه زي ما انت شايف كده، انا شغال اصلا على سنتنس 3. لو حطيت سنتنس 4 هيرجعها لي بالشكل ده اللي انا عاوزه، هو ده رجع لي ازاي؟ بلوكات يعني ايه ليست، فكل بلوك لوحده كده، كل بلوك لوحده بس خلاص اتشال منهم علامات التعجب واتشال منهم علامات الاستفهام والكلام ده كله. فانا محتاج ان انا اجمعه تاني، هبدا اعمل ايه؟ ممكن مثلا اعمل متغير عندي اسميه مثلا كلين تكست بالشكل ده كده واقول بيساوي، ممكن اعمل احط سترنج فاضي واعمل بيه ايه دوت جوين. الكلام ده اتعلمناه في الاول خالص واحنا بنتكلم عن الليست، ولو مش فاكره اديك ايه بناخد نظره عامه عنه. جوين
بتعمل ايه؟ بتبدا تحط لها مثلا ليست ويرجع محلك في تكست في سترينج واحد انا او كده. فانا عندي انا المفروض ان احط لها هنا ايه؟ احط لها ليست. انا عارف ان دهيت ان الجزء ده كده كامل هيرجع لي ليست زي ما انا شايف قدامي كده، هاخده زي ما هو كده على بعضه واحطه جوه ايه؟ جوه الجوين بالشكل ده كده. لو انا نفذت دلوقتي وجيت اشوف الكلين تكست بتاعي هلاقي ان الكلين تكست راجع لي كله ايه؟ راجع لي كله الكلام متظبط كله ما عدا من غير اي ارقام او اي حاجه، من غير اصل اي علامات تعجب واي حاجه من الكلام ده كله اتمسح خلاص واتشال وبقى بالمنظر اللي قدامنا ده. طبعا في مسافات زي ديت لان انت اصلا يبقى الجمله عندك المفروض انها تكون ايه؟ المفروض الجمله عندك اصلا علامات الاستفهام مثلا تبقى لازقه في الكلام كده. فانت لما تيجي تنفذ الكود ده تاني وتعمل هتلاقي مثلا المسافات بقى مظبطه. انا عارف طبعا ان الفيديو ده كان طويل وفي حاجات تانيه ممكن اتكلم عنها كمان بالنسبه للريجريشن، بس انا مكتفي بالقدر دوت. يعني ايه ده كده حلو قوي بالنسبه لنا. لو حبينا بقى حاجه تانية بقى واحنا بنتكلم مثلا في الماشين ليرنينج او كده يبقى نزود ان شاء الله. ده كده معلومات لكل واحد عايز يعرف معلومات اكتر عن الريجولار اكسبريشن باستعمال لغه برمجه بايثون. زي ما احنا متعودين لو الفيديو عجبك لايك جميل واشترك في القناه، ولو عندك اي استفسار ممكن تكتبه في كومنت تحت او تساله في الجروب الخاص بمصادر الماشين ليرنينج على الفيسبوك اللي اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن. بس كده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.